خبر آخر وتحت عنوان مصر تنطلق، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض النهاردة برنامج الحكومة أمام مجلس النواب. الدكتور مدبولي قال في البيان أن الدولة ماشية بنهج المؤسسات واستكمال البناء على ما سبق، وأن اسم مصر تنطلق جاء للتعبير عن المرحلة المقبلة، خصوصا في نقل تأكيدات الحكومة أن الإجراءات الاقتصادية اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة هتؤتي بإذن الله ثمارها قريبا، وده بعد ما تم تنفيذ تقريبا 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن. خلينا نشوف جزء وجانب من إلقاء البيان أمام البرلمان. إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة بإذن الله، حيث أنه قد تم تنفيذ أكثر من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري، لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله. كلام الدكتور مصطفى مدبولي عن الملف الاقتصادي في برنامج الحكومة النهاردة بيتزامن مع أخبار كويسة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي أكدوا دعمهم لجهود مصر علشان تبقى مركز تجارة إقليمي للغاز والنفط، وتأكيداتهم كمان على استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، وإن خطة الحكومة بتسير على الطريق الصحيح وهو المطلوب طبعا بكل تأكيد في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول 2023.